استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. صدق الله العظيم. تعلن كتائب نور الدين السنجي عن تشكيل سريه الميمدال باسم الشهيد البطل رجب رجب، كما تعلن عن افتتاح دوره تدريبيه باشراف غرفه عمليات منصوره، وتدعو كافه المجاهدين الراغبين من داخل التجمع وخارجه من الفصائل المقاتله بحلب وغيرها من المحافظات بالتدريب على هذا السلاح النوعي بكافه اختصاصاته. والله ولي التوفيق. تكبير الله.